ومعاكم عزوز نمقي، واسعد الله وتبعكم بكل خير. طبعا انا عملت التحدي المره الثانيه، وده التحدي المره الثانيه اللي هو انك انت تمشي لمده ساعه وربع، ساعه ونص، انت بتزود ربع ساعه زياده وتزود مثلا نص ساعه زياده. انت ترون التحدي ان هو انا عملت من اول كندر ابراهيم على رجلي عاد ما وصل الكوبري السلي اللي هو كورنيش اسكندرية، وانت درونا الجولة حلوة. طبعا اصعب تحدي اعمله وده التحدي المرة الثانية، اللي يقدر يعمل التحدي ده يبقى كويس، ما قدرتش يبقى يعني ان التحدي ده ممكن يخليك تخش، التحدي ممكن يخليك تخش اقل من ده. بتاب له كل حاجة، ياريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس. عاد القناة كفة تفاعل، قناة كفة تفاعل، اشترك اعمل لايك، عملت لايك اعمل تعليقات. انا كذا مرة بشوف مشتركين اشتركوا بس، ما ينفعش الكلام ده يا معلم، ما ينفعش الكلام ده يا حبايب. انا بعمل مجهود واكثر من مجهود، فسلام. انا قناتي فيديوهات حلوة، ياريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوة. طبعا احنا قريبين من كوبري السلي، عفوا احنا قريبين من كوبري السلي وقريبين من اللي هو الكورنيش. يلا بينا. وقربنا وصلنا عند كوبري السلي، عند كورنيش اسكندرية، وكان تحدي صعب لكن بصراحة حلو، بصراحة حلو. لما تعمل رياضة هتوصل لهدف اللي انت عايزه، ممكن تخس، يعني التحدي ده ممكن يوصلك انك انت تنزل 5 كيلو او تنزل 6 كيلو او 10 كيلو، لانك انت بتزود ربع ساعة او نص ساعة مشي مع الجري. طبعا انا زودت ربع ساعة، يعني زودت نص ساعة مشيت من اول اسكندر ابراهيم لحد كورنيش كوبري السلي، زودت من الساعة، يعني ساعة وربع، ساعة ونص. وهكذا هو كوبري السلي. فرصة سعيدة لكم وشكرا لكم.